أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكتبها في ميزانه يا أكرم الأكرمين، لله من غير علة يا أرحم الراحمين. ونشكركم على هذه الضيافة التي استضفتمونا في هذا اللقاء، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء حب وتسامح، لقاء حوار، لقاء تعارف فيما بيننا أجمعين. فاللهم اكتبنا من الأخيار ونجينا واجعلنا من الذين يتغلبون على أنفسهم وعن جميع الأشرار، يا كان من الإنس يا من الجان، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نبدأ بما يبتدئ به كتاب الباري سبحانه عز وجل، هي أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله الله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعتبر الإسلام علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر وعدل. يقول سبحانه عز وجل في التعارف الموصل إلى التعاون والتآلف والسماحة والمحبة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الحجرات الآية 13: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول سبحانه وتعالى في وصايا بالبر والعدل: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم وفي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، في سورة الممتحنة الآية 8. ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح وتقوية الصلات الإنسانية، العشرة الحسنة، والمعاملة بالحسنى، والتعارف على البر والتقوى. وهذا مما دعا ويدعو إليه الإسلام. ولا شك أن سماحة الإسلام لا تقف عند حد ولا يحصيها العد، لقوله تعالى بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، سورة الإسراء الآية 70. وتكريم الإنسان تكريم من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه ولغته ووطنه وقوميته ومركزه الاجتماعي. ومن مظاهر هذا التكريم أن جعله
الإنسان قيما على نفسه، مسؤولا على اتجاهه وعمله ومعتقده، وعليه فللإنسان يختار ما يشاء من المعتقد، بقوله الباري سبحانه عز وجل، وهذا واضح في كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، سورة البقرة الآية 256. فالإسلام لا يكتفي بأن يترك للأتباع الديانات السماوية الأخرى مثلا حريتهم الدينية ثم يعتزلهم أو يعزلهم فيصبحون في المجتمع الإسلامي معزولين أو منبوذين، بالعكس، إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والمجاملة، فيحل طعامهم للمسلمين وطعام المسلمين حل لهم كذلك، ليتم التزاور وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة. لذلك اعتبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب في جوار الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، فضمن لهم بذلك الاحترام والحفظ لأنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم، ووكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، فلا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، كما أثر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران مثلا. وعلى العموم يعتبر الإسلام أن التعدد في المخلوقات وتنوعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت، فطبيعة الوجود في الكون أساسها التنوع والتعدد، والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع شتى، وكل من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السنة الماضية لله في خلقه فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس. واختلاف البشر في شرائعهم هو أيضا واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط بحكمته. يقول الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. كما يرى بعض الفقهاء أن الأمة الإسلامية مطالبة بتوفير الأمان المجتمعي لغير المسلمين عند بلوغهم سن العجز والشيخوخة، وذلك على اعتبار أنهم رعايا في بلاد المسلمين ومن مواطنيها. من هنا تنجلي نظرة الإسلام إلى الديانات السماوية السابقة في كونه يؤمن بها ويقرر أنها وحي من السماء، ويصدق ما جاء به هذا الوحي من تشريعات وأحكام، ويلزم المسلمين جميعا الإيمان بها وبالرسل الذين بلغوها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، البقرة الآية 285. والإسلام انطلاقا من هذا الإيمان الحق بجميع الديانات والرسل، يعتبر هذه الديانات السماوية إنما هي أوجه تجليات لدين الله الواحد الذي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وإنما اختلفت الأحكام والتشريعات مراعاة لحاجة الناس في فترة معينة من الزمن، فينظر إلى اليهودية وفق ما جاء في القرآن بقوله سبحانه عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، المائدة الآية 44. ونفس هذه النظرة ينظر بها الإسلام للمسيحية
قال سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهنا يبرز الإسلام كمصدر لتوحيد الشعوب، فهو يقرر التعددية العقدية في إطار عقد الله الجامع في التعايش، ويجعل طريق الدعوة إليه الحوار البناء مع مطلق الحرية، ويعلي من شأن القيم الإيجابية في العقائد الأخرى لأنه تضمنها واحتواها وأكملها. ولذلك فإن من ينتقل إلى الإسلام لا يستشعر ردة عن عقيدته ولا بعدا عن دينه، فالإسلام إذن يرى أن البشر جميعا مستخلفون في الأرض، كما يدعو القرآن الكريم المسلمين إلى المشاركة مع غيرهم في تعمير الأرض التي يعيشون عليها وتعميرها، ولا يجعل الاختلاف العقدي مانعا من التواصل الإنساني. لذلك يؤكد الإسلام على ضرورة احترام القواسم الأخلاقية المشتركة بين أتباع الديانات السماوية وعدم المساس بالمقدسات والرموز الدينية. أما من ناحية الصوفية ولله المثل الأعلى، فإن العارف يعتبر أن الإنسانية كلها نفس واحد أظهرها الحق من فيض نوره الأقدس حضرة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وآل بيته، فتجلى بنورها النوع الإنساني كله بل الكون كله، فكانت حرمة الفرق وقداسته من حرمة الجمع، وقد ومن حرمة الجمع وقداسته وطهارته. لذلك عندما سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن قيامه لجنازة يهودي قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفس؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجمعين وورثته وأولياؤه، والله أعلم. ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فاللهم اجمعنا على طاعتك وعلى حبك وعلى الإيمان بك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا لله من غير علة، وانصر ملكنا سلطان البلاد جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم احفظه لأهله ولأبنائه ولذريته أجمع ولشعبه ولنا معهم يا أكرم الأكرمين، ولجميع المسلمين، وشافيه من كل العلل ما ظهر وما بطن، إنك على كل شيء قدير يا ديان. واحفظ ابنه وانبته نباتا حسنا مولاي الحسن، اللهم اكتبه من عباد الرحمن ومن الذين يطردون الشيطان، واجعله على أثره دوما دائما أبدا أبديا يا رحمن، إنك على كل شيء قدير. واحفظ بلدنا المغرب الكريم جوا وبرا وبحرا، ولا تجعل من علينا ولا فيهم منافقا ولا شقيا، واجمع أمور المسلمين أجمع يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اسري فيما بينهم محبة وودة، إنك على كل شيء قدير. واجمع المملكة الإنسانية أجمع يا أكرم الأكرمين ما ظهر منها وما بطن، وعد بنا إلى حضرتك على الدوام، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وغلبنا على أنفسنا وشقاوتها وبعدها يا أكرم الأكرمين حتى تستقيم لحضرتك على الدوام يا رحمن يا رحيم بجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله عبدا آمين عبدا قال آمين. ونشكركم على هذه الاستضافة، ونستسمح من حضرتكم أجمعين، وجعلنا لله من غير علة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا أكرم الأكرمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.